يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا لحى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.